السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم معاكم عن الزيارة الشخصية. طبعا الزيارة الشخصية متاحة للمواطنين السعوديين فقط، يعني هو إذا يحب يطلب واحد من أصدقائه زيارة، مثلا كان عنده صديق يشتغل أو تعرف عليه في السعودية، سافر لليمن، باكستان، في مصر، حب يطلبه الآن زيارة، مسموح يطلبه زيارة. الزيارة هذه تتجدد لمدة 3 مرات. مثلا دخل المرة الأولى هذا الشخص زيارة لمدة 3 أشهر، لازم يخرج ويرجع لمدة 3 أشهر كمان، وبعدين 3 أشهر يخرج ويرجع لمدة 9 أشهر، يعني يخرج كل 3 أشهر ويرجع. آخر مرة خلاص لازم يخرج إجباري، ما فيش تجديد. هذا السؤال للذي كانوا يسألوا عن الزيارة الشخصية. بالنسبة أكثر شيء تواجه الناس دائما أحب أتكلم عنها أصحاب الزيارة الجديدة، الذي دخلوا عندهم جدد، الذي دائما يحب يجدد الزيارة حقه. دائما أي واحد يدخل معه زيارة جديدة، دائما كن شيك على التأمين، شيك على تأمينك أول ما تدخل السعودية. إذا شفت أنه يطلع لك فعال التأمين حق اليمن، يعني أمورك في السليم. خلاص تنتظر مثلا لما يكون باقي لك للتجديد 2 أسبوع قبل ما تقر الرسالة بأسبوع، يعني يكون باقي لانتهاء التأشيرة 2 أسبوع، على طول عمل التأمين ويعمل التاريخ حقه من بداية انتهاء الزيارة. وإذا ما طلع لك ليس لديك تأمين، حل المشكلة حقك، لازم تحدثه من مجلس الضمان الصحي أو تتواصل مع المكتب اللي مع أي مكتب معروف يحدثها. الذي ما عندهش مش عارف الطريقة كيف يتواصل معي، وأنا بدله وأعلمه كيف يحدث حقه البيانات، لأنه أكثر الناس ينتظر لما تجي له الرسالة، الرسالة حق التجديد، فجأة يحب يروح يعمل تأمين، فيتفاجئ أنه يطلع له ليس لديك تأمين، فيضطر أنه يروح يعمل تحديث. التحديث قد أحيانا يكون في نفس اليوم، التحديث يكون قد ثاني يوم، قد يتحدث ثالث يوم أو رابع يوم، فأحيانا يضيع عليك الوقت من المدة، وبعض الناس تنزل عليهم غرامات، في ناس ما يعرفوش يتصرفوا. فلذلك أنا أوضح لكم دائما لازم تعمل التأمين من البداية، ولما تجي لك الرسالة حق التمديد خلاص مدد، تدفع 100 عن كل جواز وتعمل التأمين وترفع من تواصل. هذا اللي حبيت أوضحه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أذن المغرب عندنا هنا في الدمام، الله أكبر والكبير الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.